انا جربت الاشواجندا لمده اسبوع ودي كانت النتيجه. اولا لو انت عايز تشوف الشرح العلمي للاشواجندا وعايز تعرف عنها تفاصيل اكتر زي الدوز والجرعه وهي عباره عن ايه والنقاط دي كلها، وعايز تشوف برضو الابحاث العلميه اللي اتعملت عنها او بمعنى صح فيديو بشكل علمي بحت، فانا عملت فيديو كامل عن الموضوع ده، اتمنى تشوفوه في الاول قبل ما تيجي تشوفوا الفيديو ده. ولكن انا جاي في الفيديو ده انقل لكم خبرتي الشخصيه بعد ما قعدت استخدم الاشواجندا لمده اسبوع كامل. اولا انا كنت جايب الاشواجندا دي على هيئه باودر او بمعنى صح زي الاشواجندا الخام كده، كنت جايبها من امتنان بصراحه زي ما انتم شايفين كده. وبصراحه ما انصحش اي حد يجيب الاشواجندا اللي على هيئه باودر دي او بمعنى صح على هيئه عشب او كده اللي هي بتكون عند العطار او كده، لان الاشواجندا بيكون في منها زي ما تقولوا كده ايه شكلين مختلفين. اول شكل مثلا اللي هو الباودر اللي زي كده، وبيكون في منها على اي حبوب او كبسولات بمعنى صح. بصراحه ايه مشكله الباودر ده؟ مشكلته الكبرى في طعمه، طعمه بصراحه بيكون صعب جدا بالذات لما تدوبه شويه ميه كده تشربه، بيكون طعمه صعب جدا. نتكلم بقى عن الفرق اللي انا حسيت بيه بعد ما قعدت استخدمها لمده 7 ايام كاملين. اول حاجه نتكلم عن الفرق اللي انا حسيته في التمرين. اول حاجه بصراحه ودي حاجه معروفه جدا الناس بتتمرن بقى لها سنين او كده، دايما في التمرين النقل بين الفصول زي مثلا من الصيف للشتاء، دايما بتلاقي ان انت في الفترات اللي زي دي بتحس ان انت عندك نوع من انواع الخمول او بمعنى صح انت مش قادر تتمرن، بتروح التمرين بالعافيه، بتكون مكسل جدا، يعني زي ما تقول كده ايه انت بتخش الجيم بتشيل اي الوزن اللي انت بتشيله وبتشيله بالعافيه. فالموضوع ده انا كنت فيه فعلا من ساعه ما زي ما تقولوا كده ايه التغير بتاع الجو اللي حصل ده. ولكن بصراحه الموضوع ده مثلا بعد 3 4 ايام من ان انا عمال استخدم الاشواجندا وكده، الموضوع ده بصراحه لا بدا يقل كتير جدا، والكسل ده بدا يقل، وزي ما تقول كده ايه الشغف بتاع التمرين او التحمس بتاع التمرين بصراحه بدا يرجع تاني. وبرده في نقطه تانية برده اتحسنت جدا في التمرين وهي التركيز او تركيزك في التمرين اللي انت بتلعبها، زي ما تقول كده ايه المسل مايند كونكشن او التركيز العضلي العقلي وانت بتتمرن، يعني زي ما تقول كده ايه قد ايه انت مركز مثلا في العضله اللي انت بتتمرنها في التمرين. فبصراحه بالنسبه للنقطه دي انا فعلا حسيت فيها تحسن كبير جدا. تاني نقطه موضوع نفسيا او زي اللي هو يقعد اغلب الناس اللي بيستخدموا الاشواجندا يقعدوا يقول لك هات الاشواجندا بسبب انها بتقلل ستريس او زي كده، او بمعنى صح ده اشهر استخدام للاشواجندا اصلا هو تقليل الاستريس بشكل عام. بصراحه انا من الناس اللي يعني ايه زي ما تقولوا كده ايه مش من الناس اللي ستريسد قوي، او بمعنى صح مش من الناس اللي بتتعصب بسرعه او بتتنرفز بسرعه او النقاط دي كلها، يعني زي ما تقولوا كده ايه انا عندي نوع من انواع البرود يعني. فزي ما تقول كده ايه فكره حوار ان انا اخد حاجه عشان تخليني ما اتعصبش كتير او النقاط دي كلها مش احسن حاجه عامه. فعشان اكون صريح معاكم، هل اي انسان طبعا لو انت حتى لو انت مش بتتعصب بسرعه او مش بتتنرفز بسرعه او ايا كان، ولكن انت انسان برضه في الاول وفي الاخر في بعض الاحيان ممكن ايه زي ما يجيلك ستريس او كده. فبصراحه زي ما تقولوا كده ايه الاشواجندا ما كانتش اكتر حاجه افكتيف بالنسبه لي او مفيده بالنسبه لي بالنسبه للنقطه دي، عشان زي ما انا قلت انا ما بشتكيش اصلا من المشكله دي، ولكن كمجمل بصراحه الموضوع يعتبر قل شويه. ولكن بصراحه من النقاط اللي بيكون عندي فيها مشاكل هي موضوع الاستريس مثلا بسبب المذاكره او الامتحانات او كل النقاط دي كلها. طبعا اي حد في كليه طبيه عارف الاستريس اللي احنا بنبقى فيه بسبب ضغط المواد او كميات المواد اللي بنذاكرها والمحتوى العلمي، بالذات طبعا انا مثلا في راوند بطن حاليا، فبتلاقي كم المنهج بيكون كبير جدا والمحتوى العلمي بيكون كبير جدا، فده برضه في بعض الاحيان بيحطك في نوع من انواع الاستريس بسبب تحس ايه قد ايه انا عليا منهج متراكم ولازم اذاكر النقاط دي كلها. فللحق انا فعلا من الناس اللي احيانا بحس بستريس في النقطه دي. بصراحه زي ما تقولوا كده ايه بعد ما استخدمت الاشواجندا بعد كام يوم كده حسيت ان الموضوع ده قل كتير، يعني تحس ان انت كده ايه في نوع من انواع اللامبالاه بدا يعني ايه يزيد عندك. هل دي حاجه كويسه؟ انا بصراحه ده شايف ده جانب سلبي بصراحه، يعني انا الموضوع ده اكيد مش افضل حاجه ان انت تحس ان انت عندك لا مبالاه من شيء معين، وده طبعا شيء مهم ومطلوب. يعني تالت نقطه بالنسبه للنوم، بصراحه فعلا دي من اكتر الحاجات اللي انا حسيت بيها في الفرق. يمكن انا من الناس اللي كان بقالي مده عندي ارق، ما انا صح لما ايه مثلا اقعد على السرير المده اللي باخدها بعد ما اقعد على السرير لغايه ما اروح في النوم كانت بتبقى طويله، ممكن توصل لغايه ساعه او كده. بصراحه الموضوع ده اتحسن بنسبه كبيره جدا بعد ما استخدمت الاشواجندا، زي ما تقول الوقت اللي باخده من لما بقعد على السرير لغايه ما بروح في النوم الوقت ده قل جدا، يعني مثلا قل عن نص ساعه كمان. طيب ككواليتي نوم او جوده النوم بتاعتي، بصراحه انا ما اقدرش احدد هل الكواليتي اتحسنت ولا لا، لان بيبقى فيه مثلا سمارت ووتشز بتقيس الموضوع ده، او في اصلا اجهزه بتقيس الاشارات العصبيه في المخ تقدر تحدد النقطه دي برده. بصراحه بالنسبه للنقطه دي انا ما اقدرش احدد قوي. طيب بالنسبه لموضوع التركيز او زي ما تقول التركيز بتاعك بشكل عام بقى في حياتك العامه او المذاكره او الحاجات دي كلها، بصراحه انا ما حسيتش ان في اي فرق خالص بعد ما استخدمت الاشواجندا في موضوع التركيز. يمكن انا من الناس اللي بيجيلي كتير جدا نوع من انواع التشوش، او بمعنى صح تحس ان انت
بتسرح كتير مثلا وانت بتذاكر او انت في محاضره او ايا كان من النقاط دي كلها. بصراحه الاشواجان ده مفيش اي تطور او اي فرق حسيته بعد ما استخدمتها بالنسبه للنقطه دي بالذات. طيب في الاخر هل انا انصح ان انت تجيب الاشواجان ده ولا لا؟ بصراحه انصح ان انت تجيبها، يعني يمكن لو انت من الناس اللي عندك مشاكل في الاستريس او الكورتيزول عندك بيكون عالي او كده، هات انت مش خسران حاجه قوي. كده كده اصلا سعر الاشواجان ده مش بيكون غالي قوي، يعني يمكن العلبه اللي انا جبتها من امتنان دي اللي هي على هيئه باودر دي كانت بحوالي 50 جنيه انا فاكر، وفي نفس الوقت حاجه زي الكبسولات او صراحه اغلى حاجه شفتها من الاشواجان ده حتى الان تلاقيها ب 300 جنيه او كده يعني. فانا بصراحه شايف انها مش غاليه قوي يعني كسبلمنت وسط المكملات اللي موجوده والاسعار الموجوده حاليا. وطبعا اهم نقطه واهم نصيحه اقدر انصحها لك، فعلا بلاش تجيب الباودر عشان طعمه صعب جدا وممكن يكرهك فيها. يعني عشان اجيب لك من الاخر كده احساس ان انت لما بدوبها في ميه وبشربها كانك تحس ان انت جسمك بيقشعر من كتر ما طعمها انت مش متقبله. فعشان كده انا انصح هات الكبسولات، الكبسولات هتعدي وخلصت يعني مش هتحس بالطعم قوي. وفي الاخر لو اي حد عنده اي اسئله يقدر يسال تحت في الكومنتات، وطبعا ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب لو انتم جداد معانا في القناه، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.